بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفتح. وقد سميت بالفتح لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق، فإن هذا كله من معاني الفتح، وقد ترتب على كل واحد منها المغفرة وإتمام الهداية النعمة والهداية والنصر العظيم، وكل هذه أمور دليلة. وأيها 29 آية، وهي سورة مدنية. ما معنى سورة مدنية؟ نزلت بالمدينة. هل هذه إجابة صحيحة؟ أي نعم، مدنية يعني نزلت بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه. طبعا. فهذه السورة سورة مدنية نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة 6 من الهجرة، عيدة له بالفتح. قال أنس: لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نتكنا فنحن بين الحزن والكآبة، فنزلت يعني هذه السورة، واختلف في المكان الذي نزلت فيه، فوقع عند محمد بن سعد بضجنان، مكان اسمه ضجنان، وعند الحاكم في الإكليل بكراع الغميم، وعن أبي نعفر أنها نزلت في الجحفة، والأماكن الثلاثة متقاربة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أكثاره لعمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني سورة الفتح. وهذا أيضا هذا الحديث مما يدل على أن هذه السورة أو أن هذا القرآن قرآن ليلي، يعني نزلت في الليل. وأخرج أيضا البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. أما معنى الفتح، الفتح يأتي بمعنى أن يفتح المغلق، وهذا مشهور كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والفتح يأتي بمعنى النصر كما قال تعالى: فإن كان لكم فتح من الله. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، لأن النصر يفتح الله به أمرا مغلقا. والفتح يأتي بمعنى القضاء، لأن القضاء فصل للأمور وفتح لما أشكل منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم الفتح الذي هو يوم الإيه؟ القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فسمي يوم القيامة يوم الفتح لأنه يقضى فيه بين العباد ويفصل فيه بينهم. وبعض المفسرين قالوا: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أراد به فتح مكة، لأنه يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني من خوف السيف، لأنهم في هذه الحالة إذا آمنوا بعدما تغلب المسلمون في مكة فيكون إيمانهم خوفا من السيف وليس إيمانا نابعا من قلوبهم، فلأنهم آمنوا لما غلبهم المسلمون بالسيف فلن ينفعهم ذلك، وقتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم. وقال الله عز وجل: ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يقضي بيننا بالحق، وهو خير الفاتحين، أي خير القضاء. وقال أعرابي لآخر ينازعه:
بيني وبينك الفتاح، يعني بيني وبينك الحاكم، بيني وبينك الفتاح أي الحاكم، لأنه يقضي ويقتل في الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كنت أقرأها ولا أدري ما هي حتى تزوجت بنت مفرح، فقالت: فتح الله بيني وبينك، يعني حكم الله بيني وبينك. وكما ذكرنا عدد آيات هذه السورة الكريمة 29 آية. أما وقت نزولها فكما ذكرنا هي من القرآن الليلي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الدقة في وصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عامة وما يتعلق بالوحي بخاصة. فمما من أنواع علوم القرآن معرفة القرآن المدني والمكي، معرفة القرآن الليلي والقرآن النهاري. فهذه السورة من القرآن الليلي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: نزلت أي سورة الفتح ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فلم يجب، ثم سأل فلم يجب، فقال عمر بن الخطاب: فكلت أم عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجب؟ فكلت أم عمر، يعني دعاء بالفقر، فكلت أم عمر، نظرت، يخاطب نفسه، نظرت يعني الحث على النبي عليه الصلاة والسلام إزاي، نظرت أي الحث وبلغت السؤال، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجب؟ فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، قد يكون فعل شيء معين أو رسول غضب منه وأن ينزل في قرآن يعني يديره لذلك، لأنهم يعرف لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نكت، ما نكت يعني ما لبثت وما تعلقت بشيء، فما نكت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه السنة، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وهذا لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. هذا فيما يتعلق بوقت نزولها. أما مكان نزولها فكما أثرنا آنفا اختلف في هذا المكان، بعض العلماء قالوا بالجنان، بعضهم قال بكراع الغميض، وبعضهم قال بالجحفة، وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين ذلك بقوله: وهذه الأماكن متقاربة، متقاربة، لذلك عبر بعض الصحابة بمكان والبعض بمكان آخر لأنها في منطقة متقاربة فلا يضر ذلك. وكما ذكرنا قال القرطبي: إن هذه السورة المباركة سورة مدنية بإجماع المفسرين، ومعنى مدنية أنها نزلت بعد الهجرة وإن كان نزولها في غير المدينة. إذا تقسيم السورة القرآن الكريم إلى مدنية وإلى مكية ومدنية هل هو تقسيم، تقسيم على أساس المكان، على أساس الزمان، على أساس زمان النزول، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في خارج المدينة في هذه السورة الكريمة. أما هذه السورة فهذه السورة يعني حافلة بالمواقف الرائعة التي فيها مناقب وفضائل وخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه السورة سورة لها وضع خاص لأنها من أكثر السور التي حفلت واحتفظ فيها آيات تدل على رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل.
وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقد روى أبوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن أي الصحابة نعد الفتح صلح الحديبية، لأن هذا كان من أعظم الفتوح التي فتح الله على المسلمين. صلح الحديبية كان من أعظم الفتوح التي جاءت ببركة عظيمة جدا بالنسبة للمسلمين كما سيأتي، وكان خطا فاصلا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بين ما قبله وبين ما بعد. يقول المسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال عمر في الحديث الذي ذكرناه آنفا روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه السماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليذكر المؤمنين والمؤمنات للناس حتى بلغ قوله فوزا عظيما، وهذا متفق عليه. طيب ترى ماذا كان يقصد الصحابة، أو إلى ما كان يشير الصحابة رضي الله عنهم بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ ايوه احسن ذكر الله فيك. الاشاره الى ما سبق الكلام عليه في سوره الاحقاف في قول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قل من قبل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايه؟ في الدنيا. اما في الاخره فقد بين الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السوره الكريمه ما يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وما يفعل به. فلما بينت السوره اولا ما يفعل الله بالنبي عليه السلام، قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، الى ان بلغ قوله تعالى فوزا عظيما. وقال الامام احمد: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل. طبعا كلمه مغفل او حمار او هذه الالقاب المعروفه عن في الجاهليه، هذه اسماء هي اسماء يعني الاباء واجداد المسلمين في الجاهليه، ف يعني لا يمكن تغيير هذا الاسم، فلذلك وجد. اما الصحابي الذي كان يسمى اسما يكرهه النبي عليه الصلاه والسلام فانه كان يغيره له، يغير الاسم الطبيعي. اما هذه الاسماء يعني ايه اللي هي مثل عياض بن حمار المجافعي او عبد الله بن مغفل او غير ذلك، انما او جحش غير هذه الاسماء، هذه كانت من اسماء الجاهليه. اما في الاسلام فطبعا مثل هذا يعني مما يكره، وموضوع اسماء له اهميه شديده في الحقيقه، يعني لان الانسان يعني غالبا يكون له حظ من اسمه، يعني الله تعالى غالبا ان يكون الانسان له حظ من اسمه، وبينعكس على نفسية الطفل جدا، لما تألم جدا نجد بعض الناس يعني ضاقت عليهم الدنيا واختاروا بعض أسماء عجيبة، خاصة في الأرياف عندهم بعض العقائد إن عشان الولد ما يتحسبش فيطلقوا أسماء منكرة، يعني عشان يعني إيه تنكر، فالشخص الذي ينظر إليه أو كذا يعني ينقبض فيتلهى وينشغل على الحسد بالإيه؟ بهذه الأسماء. طبعا هذا يعني تفسير يعني رديء، لابد من التنقل مثل هذا، وان كان ليس له علاقه بموضوعنا، لكن من مده كنت يعني الانسان يلاحظ هذه الاشياء احيانا تجد اسم غريب، لان الاسم الغريب او الاسم الكاذب هم يتصورون انه اسمه هيعجز مثل اي اسم، لا، ده الطفل ده في كل حياته هيحصل تعليق من الاف الناس، هو واحد بس،
لكن المعنفون خاصة في مجتمعنا حيث يوجد الجهل بين الناس لا يوعون هذه الأشياء، فهو كل ما هيروح مكان يروح الحضانة اسمك ايه، هو انت مكمل الاسم ده او يضحكوا عليه او يسخروا منه. في المدرسة الابتدائي كل ما يدخل مدرس نفس عليه أصحابه نفس عليه، في السكنة وفي الجامعة في المطرح يروح كل اللي هيسمع اسم في العالم. طبعا دي بتعمل تراكمات كثيرة خاصة إذا كان الاسم يعني منكرا، فلذلك ينبغي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسماء الحسنة. هذا من حقوق الطفل على أبيه، ليش يسميه صار ويسميه هذه الأسماء الغريبة التي نسمعها في بالذات الأريان. نعم، فلذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الأسماء، لأن أسماء يعني أجزاء دين في الجاهلية. سمعت عبد الله بن مغفلين رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قيل إن هذا الترجيع هو التمديد، يعني الوجود بالذات، يعني قيل إن هذا لأنه كان ركب النقع، فإن كان يقرأ المد وهو راكب شيء يتهز ويتحرك فيحصل هذا الإيه الترجيع. قال معاوية: لولا أني أكره أن يستمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه. قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اختلف في المقصود بهذا الفتح المبين. فالقول الأول إنه فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة. القول الثاني إنه فتح الروم وغيرها من بلاد فارس وكذا وكذا، لأن بلا شك كل نص وفتح أحرزه المسلمون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كما عرضنا من قبل مرارا قلنا إن هناك علامات وأمارات يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. جمعناها في خمسة أشياء، ما هي؟ من يذكرها؟ خمسة أشياء من أمهات الأدلة على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، نذكركم بها. الأول هذه الأدلة، يعني طبعا دي مسألة خطيرة إن أنتم يعني لا تسخنون هذه المسألة، يعني إذا سئلت عن قضية هي أوضح وأخطر قضية في الإيمان، ما الدليل على صدق محمد عليه السلام؟ كيف لا تستعمل تقييم الدليل؟ أول شيء اتفاق التقييم لصاحب الرسالة. الأمر الثاني آثاره في العالم وفي الوجود، آثاره. الثالث المعجزات. الرابع النبوءات. الخامس البشارات. هذه أمهات الأدلة التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع كبير لكن اختصار شديد. أولا الصفات الشخصية، لأن الأنبياء يستطيعهم الله سبحانه وتعالى من أشرف وأكرم وأعلى أنواع البشر في جميع الصفات، في الحسب والنسب، في الجمال، جمال الصورة، في سلامة الأعضاء والخلو من العهاد أو النقص أو أي شيء يعني منفذ، في الأخلاق، في كل شيء من الصفات البشرية يكون الأنبياء مختصين بين سائر البشر بصفات لا يشركهم فيها مجتمعة غيرهم. ممكن واحد ثاني نجد واحد يختص بصفة الكرم، أو آخر يختص بالحلم أو كذا أو كذا من الصفات، لكن أن تجتمع الصفات كلها كاملة كما قال الشاعر: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فرسول الله اجتمع فيه الفضائل والكمالات البشرية بصورة لا توجد في غير من البشر عليه الصلاة والسلام. فهذه أول شيء، أن الأنبياء لهم خصائص وصفات لا توجد مجتمعة في أكمل صورة إلا في الأنبياء، فمتى وجدت في شخص فهو نبي من أنبياء الله. هذا أول شيء. الأمر الثاني وهو الذي له علاقة بموضوعنا وهو موضوع الآثار، أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الأنبياء آثارا وبصمات يخلقونها على البشرية لا يمكن أن تتولد لغيره من البشر. فآثار النبي الصادق الحق الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تلتبس بآثار واحد من المصلحين أو أهل الخير أو كذا أو كذا، وإنما تكون لهم آثار واضحة. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم
الحظ الأوفر على الإطلاق من هذه الأثر. كيف لا وهو قد بعث رحمة للعالمين وأرسل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيء عادي يقر به حتى الكفار المفكرون من الكفار يقرون بهذا أنه ما يوجد أحد من التاريخ البشري كله ترك بطلات وآثار على البشرية مثل ما يعني أكرم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار. طبعا هذه الآثار لا تقتصر على نزول الوحي وتعليم الشريعة للأمة وتربية الصحابة الذين خير الذين هم خير أمة لخير الناس. هذه أوضح الآثار المباشرة التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما يوجد من بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الخير من اقتدي به فيه هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كل ما تفعله من الأعمال الصالحة سوف ينال نفس الثواب مثلك تماما الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي علمك هذا الخير. كل ما يفعله أي مؤمن إلى أن تقوم الساعة من الخير اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أهداه الله رحمة للعالمين أجمعين هو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فكل ما وجد من الخير حتى بعد بعثته هو من آثار بعثته الشريفة. ولذلك من كما قال المسيح عليه السلام لما أخبر أصحابه بأن هناك أنبياء كذبة يدعون النبوة سوف يأتون من بعده فقال له الحريم كيف نعرفهم يا روح الله؟ قال من ثمارهم تعرفونه. من ثمارهم تعرفونه يعني من الآثار التي يتركونها تعرفونه. وبالعقل العقل وحده يعني يقطع بأنه لا يمكن أن يكون يعني نبي كاذب مدعي النبوة ثم يتركه الله سبحانه وتعالى يطبع آثاره على البشرية بهذه الصورة ويفتح عليه الفتح تلو الفتح ويعني يؤيده بالمعجزات في تلو المعجزات إلا ولابد أن يكون صادقا من عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من آثار أننا نعلم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة بدأت أوضح يعني فيه من غيره دون غير من الأنبياء بدرجة أعظم ما تكون أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العباد والمجاهدين والبلاد التي فتحت حتى بعد يعني وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة كل الخير الذي يوجد بسبب اتباع سنته والاهتداء لهديه هو من آثار بعثته. يعني هذا شيء دليل هذا من آثار بعثته. والعدل عدل القضاء المسلمين في كل التاريخ هذا العدل كعدل عمر بن عبد العزيز أو عدل غيره من الأئمة والخلفاء الراشدين محمود الزنكي أو غيره من هؤلاء جهاد صلاح الدين وجهاد يعني العلماء والأئمة والقطب وفيصل وكل هؤلاء وكله في إيه؟ هو في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الفتح أعم من أن يكون أو يعني فتح متعلق فتح مكة أو غيره وإنما هو يدخل فيه على أساس هذا القول يعني كل آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل الصفات الشخصية الآثار أثر على البشرية ثم البشرات وهي النصوص التي توجد في الكتب السابقة من قبلنا تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر بصفته وهذا ما تأتي الإشارة عليه في آخر السورة إن شاء الله تعالى. محمد رسول الله والذين معه أتداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هكذا بالضبط وصفوا في التوراة قبل أن يخلقوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فطأه إلى آخره. فهذا يعني إيه من البشرة. أما المعجزات فهي خوارق العادات التي تقترن بادعاء النبوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأعظم على الإطلاق بين جميع الرسل من هذه المعجزات وأعظمهم على الإطلاق معجزته الخالدة الباقية وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي ما زال حتى الآن ينبض بالحياة وبالأدلة والبراهين على حقائق هذا الدين القوي. ويوم بعد يوم ينضم إلى قافلة الإيمان أناس يعني من الكفار بسبب هداية القرآن الكريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني إنه ما من نبي أرسله الله إلا أوتي ما على مثله أمن البشر معجزة يراها قومه المعاصرون له. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معجزته لم تكن معجزة حدثت ثم انقضت
كعصا موسى او اشياء عيسى عليه السلام للموتى او غير ذلك باذن الله، وانما معجزته هي هذا القران الكريم معجزه فرقيه. يعني انا افوت عليكم قصه عابره، احدى الشخصيات المرموقه التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها بالاسلام، دكتور جراح مشهور في فرنسا، هذا كلام منذ سنوات، يدعى موريس او موريس بكاري. هذا الجراح الشهير في فرنسا نشأ في عائلة متدينة بالتدين النصراني بصورة وشديدة تنفس جدا، فلما بدأ يقرأ في يعني في الكتب المقدسة عند النصارى وهي العهد القديم والعهد الجديد، بدأ بالحكم يعني ايه خلفيته العلمية الحديثة يلاحظ وجود تناقض بين بعض القضايا العلمية او الجغرافية المذكورة في ثنايا كتابهم المقدس عندنا، فلفت ذلك نظره واضطرب ويعني ضايقه كثيرا، فقرر ان يجمع جميع الكتب التي هي سماويه او اصلها سماوي ويعمل دراسه مفصله ويقارن بين القران والتوراه والانجيل. طبعا التوراه والانجيل موجودين كان محرفين، فالذي فعله قال هو مش بناءً على أي أساس، هو فقط سيقوم بجمع النصوص التي تتعلق بالقضايا العلمية الحديثة، يعني دوران الأرض، كروية الأرض، تشريح النبات، الأمور اللي هي العلوم الحديثة. فطبعا خرجت له مجموعة بيانات كبيرة جدا جدا من آيات القرآن الكريم، عشرات الآيات استخرجها توجب بأنها تتعامل مع حقائق علمية كثيرة جدا. ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد اشياء كانت قليله للغايه بالنسبه للقران الكريم، لا تكاد من حيث العدد تنسب، ثم انما فيها من اشياء مصادمه للواقع على طول الخط، متعارضه تماما مع الحقائق العلميه الحسيه. واضح؟ فهذه استمرت الدراسه الى ان توجب ان طبعا المعروف في الاحصاء يعني كل ما تعريض البيانات الداتا مثلا كل ما تطول كل ما يصل اكتشاف الخطا. فكانت حاجة وسبعين مثلا آية أو أكثر لا أذكر عدد بالضبط، لكن لم يوجد تعارض على الإطلاق في نص واحد من القرآن الكريم مع أي حديث علمي، بل فوجئ بأن القرآن الكريم يعني يحوي حقائق علمية يعني مما هو مكتشف حديثا. فانتهى إلى نتيجة ومحصلة يعني محصلة معينة، وهي قال إما أن هذا القرآن هو كلام الله حقا، وإما أن المؤلف والعياذ بالله يعني يقصد أن لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي ألفه يعني، فكان عندما كتبه محيطا إحاطة كاملة وفي غاية الدقة لأحدث مواطن العلم في عصر الحديث. فطبعا هذا يعني اضطرار هراء لا يمكن أن يقع أن الرسول كان بعلم بشري من عنده هو يأتي بهذه الأخبار، فهذا مستحيل. فلم يبقى الا احتمال واحد وهو ان الذي اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكتاب انما هو خالق هذا الكون وخالق هذه الحقائق، مع طول وكثره العدد الكبير جدا من الايات لم يحصل تعارض مره واحده مع حقائق العلميه، فهذا يدل على ان الذي انزله الذي خلق هذا الكون. لان قوانين ما يسمى بقوانين الطبيعه وهذه السنن هي وجدت منذ ان خلق الله الكون، فبقيت بلايين السنين غير مكتشفه. اكتشف الان جزء يسير منها لكن هي اصلا قوانين الله تعمل منذ ان خلق الله هذا الكون. هم يكتشفون ويفرحون جدا باكتشافهم، وهو مش اكثر ان صندوق كان كل واحد استطاع يفتحه فقط، لكن هو ما صنع الاله التي في الداخل، فهم يفرحون بما عندهم من العلم ويبهون. وهذا حديث اخر يعني اتهم انه انتهى من كتاب الكتاب. عائلته طبعا النصرانيه المتعصبه صدمت صدمه شديده، اولا باسلامه، كانت المصيبة الأشد أنه سوف يعني يقوم بدعاية كبيرة جدا للإسلام في كل العالم الغربي أو كل العالم، بأن واحد مثل هذه الشخصية المرموقة عندهم يعني يكتب هذا الكتاب وهي عائلة متدينة جدا ومتمسكة بالنصرانية، فانزعجوا جدا من هذا الكتاب الذي كاد يخرج من تأليفه. فماذا فعلوا؟ فعلوا شيء هو شيء عادي عندهم في الغرب مش مشكلة، يعني استغربوه، كتبوا إعلان في إحدى جرائد السيارة عندهم في فرنسا مطلوب لص محترف لمهمة سهلة، وده شيء عادي عندهم مفيش مشكلة فيها خالص.
مطلوب رزق مختلف لمن بقر بحيث يتصل بهم طريقة لا يكتشفها ابنهم مريض مكان انهم هم الذين طلبوا هذا الايه اللص. فالمهم يعني وصلهم لص مختلف وقال له ان مطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم يعني انك تذهب الى مدريده في مكان معين هو موعده كذا يخرج من كذا بكل شيء حد موجود في البيت تستطيع ان تختل مثلا من المكان الفلاني وتكسر الباب الفلاني في درج معين ليطرق اشياء هذا كل محتويات هذا لم يبينوا له ان بذلكم يقصدون الايه الجهاد اللي هو بيقلف فقال قالوا يعني يجيب لنا كل ما في المحتويات الدرج المهم افلح اللص فعلا ان يصل الى هذا الشيء واخذ الاشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطه الكتاب ما عدا مكتوب الكتاب يعني اظهر لهم ان ايه ان انا قلت يعني مش معقوله يكون الكتاب ورق هيكون مهم بالنسبه لهم وعادت عليهم كل الاشياء الاخرى واخذ هو الايه المكتوب وعكس النص الظريف هذا يعني على قراءه المكتوبه حتى فرغ منها تماما ومن شده اعجابه وانبهاره لما فيها من الحقائق اشهر اسلاما اللص نفسه اشهر اسلام اعلم اسلام وذهب الى موريس بوكاي نفسه وسلمه المخطوطه طبعا كان هو حزن حزنا شديدا على ضياع هذه المخطوطه هذا كتاب مشهور جدا وموجود بلغات كثيره في العالم منتشر جدا موقف القران الكريم والانجيل والتوراه وموقفها من العلم طبع وترجم مرارا والطبع موجوده سواء بالانجليزيه او بالعربيه موجود طبعتين مكتبه مدبولي في طبعه في مكتبه من ليبيا ترجمه كريبيه فالشاهد يعني ان هذا الكتاب الحمد لله متوفر ومنشور فالشاهد يعني ان نعود لموضوعنا يعني ان الله سبحانه وتعالى ان من معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم معجزه باقيه وخالده ولا تزال تعمل مع ما فعلها في قلوب الذين اراد الله سبحانه وتعالى بهم الخلق والسلطه لهم من هذا يعني الضلال طبعا اخر طبعا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم منها قسم كبير جدا معجزات حسيه نحن لا ننكر معجزات حسيه كما تفعل في المدرسه اللي تدعى بالاصلاحيه الضاله وانما نقر ان هناك معجزات متواتره بلا شك جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله ولكن معجزته الكبرى هي القران الكريم طبعا من الاشياء لابد ان يهتم بها كل مسلم ان يعرف كيف يدلل على اعجاز القران الكريم هذه قضيه لا تقل في اهميتها عن قضيه اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان تعطي هذه القضايا حقها العظيم الذي يعني تستحقه. الجزء الاخير او الشيء الخامس مما يعرف به يعني يثبت به نبوه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوءات يعني ما اخبر به عليه السلام من انه سوف يحصل ويحصل تماما كما اخبر لا يتخلف منه شيء على الاطلاق و يعني هذا فيه ابحاث كثيره جدا في الاف النبوءات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تماما كما اخبر تماما وما بقي سوف يظهر ولا شك وتعلمون نبأه بعد حين فالمعجزات كثيره جدا جدا حصلت كما اخبر النبي عليه السلام لم يبقى الا يعني وليست فيها اي احتمال للمخالفه لانها لم تخف مره واحده كلها وقعت كما اخبر وهذا حديث طويل جدا واضح يلفت نظري ايضا الان احدث شيء كان حصل بعد حرب الخليج في ايران حرب الكويت الحرب الخليجيه الثانيه كما يسمونها كان حصل اذيع فتره ثم ردم هذا الخبر اذيع كان في الثالثه وبعض اللقاء كان في الصباح سمع بعض الاخوه وضيع ان الاكتشاف الجمايان كانوا في البعثه الامريكيه بالجواسيس دول بيفتشوا في على الحاجات الذريه العراقيه فكان مما فحصوه تربه نهر الفرات تربه نهر الفرات حتى يشوفوا التاثير الافعاعات عليها او كده فاكتشفوا ان في يعني ايه ذرات ذهب موجوده ثم بدراسات معينه وفحوص معينه باجهزه حديثه اعلنوا عن وجود نهر جبل من الذهب تحت نهر الفرات جبل من الذهب وبداوا يناقشوا ساعتها يعني بقى هيحصل ايه طب لو صدام حسين اكتشف هذا الجبل المهم ثم ردم على هذا الموضوع بعد ذلك الله اعلم ما السبب
هذا بلا شك سواء هم أخبروا به أم لم يخبروا أو هم اكتشفوا أم لم يكتشفوا هذا مما نقطع به، لأن النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى ينحفر الفرات عن جبل من ذهب. وهذا حديث طويل موضوع آخر، الشاهد يعني أن هذا نموذج من نماذج النبوءات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا في تفسير الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قول أول فتح مكة، الثاني فتح الروم وغيرها، الثالث أن هذا أن المراد من الفتح هنا هو فتح الحديبية، وهذا أصح الأقوال. أصح الأقوال إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به فتح الحديبية. الرابع فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان. الخامس أن المراد منه الحكم كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وقال تعالى ثم يفتح بيننا بالحق. ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلها مما يصدق عليها الفتح الرباني، أن هذه الوجوه كلها داخلة في معنى الفتح الرباني وجميعها مما تحقق مصداقه، إلا أن سبب نزول الآية الذي حفظ صفات زمنه يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه، وهو أنه وجه الثالث المذكور. سبب النزول يبين أن المراد بالذات في هذه الآية من الفتح صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا بصلح الحديبية. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكرههم من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل، تأملوا هذا الموقف وسوف يأتي إن شاء الله ذكر الحديث بالتفصيل، الصحابة كانوا في غم وهم كيف يعني يحصل هذا الفتح الذي رآه بعضهم أنه فيه نوع من الظلم للمسلمين وأن فيه الجميع بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك أتى في هذه اللحظات الشديدة على نفوس الصحابة ينزل القرآن الكريم مبينا أن هذا فتح من الله، إلا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، يقول أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، لأن فتح مكة نفسه كما سنرى إن شاء الله هو أثر وثمرة من ثمار صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعد، وفي بعض الروايات إلى الناس يوجفون الأباعد يعني يسجرون الإبل ويسعون الإبل، فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نرجف، شايفين يجين بالقرآن يدينهم لما حصل من بعض الصحابة أخلاق المفاوضة في موضوع الفتح، فخرجنا مع الناس نرجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند صراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. وهذا رواه أبو داود في الجهاد. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فالمراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا هو صلح الحديبية،
فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لما وقفت لغة السيف والحرب بين المسلمين وبين المسلمين حصل نوع من الهبوط الحمية عند المسلمين، ونتيجة هذه الهدنة بين المسلمين والمسلمين تكلم المؤمن مع الكافر، يعني وصلت رسالة الحق وبدأ إعمال العقل وليس التفكير بالحمية الجاهلية. فمن ثم كان هذه فترة في غاية الخطوبة بالنسبة للدعوة للسلام. يكفي دليلا على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والعدد الذي كان معه يوم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. صلح الحديبية كان سنة 6، فتح مكة كان 8. فما الذي حصل في الحديبية؟ كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1400 صحابي، 1400 في فتح مكة كانوا 10,000، كانوا 10,000. هذه يعني من ثمرات وبركات فتح الحديبية. ونتأمل هنا قوله فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لأن يعني يستحيل أن الحق الذي هو الإسلام يستحيل أن يهزم في معركة شريفة مع الباطل، لكن دائما يعني الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا يعرفون الشرف ولا يعرفون احترام نفسه ولا عهود ولا مواثيق. أما إذا حصل مواجهة شريفة لكل يكون باطل عدد إيه؟ لأن أبواب يعني لأن يعني الباطل لا يعد دائما. الله سبحانه وتعالى يذكر الباطل والظلمات في القرآن الكريم بصيغة الجمع، أما النور وأما الإسلام وأما الحق فهو دائما بصورة صيغة الإيه؟ المفرد، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، دائما النور مفرد، أما الباطل فلا ينتهي عدده ولا حصره ولا حصر له. ف يعني لو أنه ترك للحق أن يتكلم بدون شغب وبدون تشويش وتسويق وبدون صد عن سبيل الله وبدون إرهاب، لأنهم هم الإرهابيون في الحقيقة، واستطاع الناس أن يلتقطوا هذه الرسالة الربانية بدون تشويش على يعني هذا الإرسال، فيعني النتيجة في الغالب يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كما حصل من قبل. ولكن لأن أعداء الإسلام يعرفون جيدا أنه لو ترك الناس يستمعون صوت الحق وصوت الإسلام غير مسوّد وغير مسوّد لا دخل الناس في دين الله. رغم كل الحرب الآن على الإسلام، إحنا في حرب عالمية حقيقية مش حرب عالمية مجازية، ولكن هي الأسلحة الآن محدثة، أسلحة الآن أسلحة ذكية تتعامل بأسلوب غير تقريب الموضوع الاستعمار القديم عن طريق الاحتلال والقوى العسكرية وكذا. لا، الآن الإذلال والترفيع يعني الهيمنة بتأخذ يعني صورة حديثة، وللأسف شبه أشد فعالية، فعالية أقوى لأنها تعتمد على تسهيل التكنولوجيا الحديثة والعلم والأساليب المدروسة. فلذلك يعني هي حرب قذرة وحرب غير يعني شريفة، لأن كل هدف هو الصد عن سبيل الله، أن يصد الناس عن سبيل الله، إما بالصد عن سبيل الله وإما بالإيه؟ بالمذابح والقتل والإرهاب. وأنتم ترون ما يحصل الآن في كوسوفو أو ما حصل بالأمس في قرية البوسنة والهرسك، هذا من سنوات معدودات كان هذا عبارة عن بنجيب من التاريخ علشان يعني يعرف الناس وحشية من الغرب وحشية الكفار من التاريخ القديم سواء الحروب الصليبية أو كذا أو كذا. أما الآن فنحن هي صحة الواقع تكشف لنا يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يحترموا عهدا أو ذمة، وإنما كما ترون المذابح والتشريد والوحشية التي يمارسها هؤلاء الصرب، ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح عليه السلام، كيف يصدقون أنفسهم بهذه الوحشية وهذه الهمجية وهذه الجرائم التي يرتكبونها ضد المسلمين. طبعا على مرأة ومسمع والمسرحية مفهومة، طبعا كل الناس تتكلم والجرائم تتكلم، فأكيد أنتم تطرعون هذه الأشياء لا نكثر من ذكرها. ولكن يعني هذا النبي
يحصل احد اما القتل والتدمير والتصفيه وما يسمى بالتصفيه العرقيه، واما بتشويه الاسلام، ان الاسلام دين الارهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا. ومع ذلك ما زال الناس ومن اعماق ديارهم يدخلون في دين الله افراد يوما بعد يوم، والقصص لا تنتهي ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الاسلام حتى رغم هذا الحظ. فتخيل لو ان الاسلام في دوله على وجه الارض تتبناها، كما يوجد للنصرانيه دوله تتبناها الفاتيكان، دوله واحده للاسف هذا غير موجود، واضح؟ او ينفق عليه من اموال المسلمين بحيث تدعم وتطور دعوه الاسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يسوس ويحارب بهذه الصوره، ان يصورون الاسلام حقيقه بصوره في غايه الخطوره، يعني التشنيع على الاسلام ان احنا بنعبد الحجر الاسود والكعبه دي الاله بتاعنا، او ان احنا بنعبد محمد عليه السلام كما يعبدونه عيسى، او ان احنا نعتقد ان هو في ثالوث، او ان الهنا هو محمد، وغير ذلك من التشويش الذي يحصل. وموضوع القتل والدم والارهاب وكذا ايضا يستغلون ما يحصل للاسف الشديد من سلوكيات بعض الحمقى من بعض التيارات الاسلاميه ممن يعطونهم ماده خصبه للتكفير، كما فعل الله المستعان المدعو ابو حمزه المصري، يعني لما بالتصرفات التي يفعلها على مرأة رسم العالم، وبريطانيا يفتحون له الاعلام تماما لانه هو لم يمثل الاسلام في كل قضيه تمثل وكل ياتي ويتكلم كلام لا يقوله المجانين، وهو يعني يشوه الاسلام وينفر الكفار من دين الاسلام، لكن يفتحون له الاعلام على المصراعيه. لماذا؟ لانه بيتكلم كلام لا يقوله انسان عاقل، وان احنا سوف ندمر الغرب ونخترع مش عارف قنابل تنزل بالونات تفجر بريطانيا دي كلها، ويفتحوا له ان هو ده ممثل الاسلام. هذا الجاهل المعتدي الظالم الصد عن سبيل الله يظهر على انه يمثل الاسلام. الشاهد يعني من يعني ان الحرب لو كانت شريفه لا يمكن ابدا ان ينهزم الاسلام، يستحيل. المسلمون لا ينهزمون ابدا في مواجهه شريفه. وانظر الى اي مناظره جرت في نطاق التاريخ الاسلامي كله بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم فصاحل العلماء اليهود او النصارى. النتيجه معروفه تماما وهي الاندحار، وانهم لا يمكن ان يقضوا على الصمود على الاطلاق. والقصص كثيره جدا في هذا المضاد. الشاهد هنا كلمه وتكلم المؤمن مع الكافر، يعني بداوا يشغلون العقول. وهذه كانت اعظم ثمره، لان الانسان يستفيد جدا من هذا الجو. لو في حريه فعلا حتى للباطل، ماشي الباطل كمان ياخذ حريته، بس اتركوا الحريه الحق ايضا. لا يمكن ان يصمد الباطل حتى لو تكتم كل اهل الباطل على وجه الكره الارضيه امام الاسلام، لا يمكن ان يصمد. النتيجه معروفه مطلقا ومقطوع بها. فانا هذا يعني اريدكم تسليط الضوء على هذه العباره، وتكلم المؤمن مع الكافر. يعني الرساله الاعلاميه كانت تصل صحيحا الى الكافر. فتامل هذا الكافر لو انه كان عنده بسيط من نور الفطره ثم يسمع عن الاسلام، فانه ينجذب اليه انجذابا شديدا جدا، كما قال الله تعالى: نور على نور، نور الفطره مع نور الوحي. نور الفطره الذي اوضعه الله في قلبه وهو الله الذي خلقه، ونور الوحي الذي انزله الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتاملوا هذه العباره الرائعه لابن كثير رحمه الله تعالى، لانها تكشف لنا سر وقت صلح الحديبيه بانه فتح، مع ان النظره الاوليه التي اهملت العواقب التي لا يعلمها الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، هي التي جعلت الصحابه بعضهم يعترضون، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشتد جدا في الاستغراب كيف نعطي الذريه في دين الله، في حين ان كان الامر عند الله وعند رسوله فتحا مبينا، انا فتحنا لك فتحا مبينا. ويلخص حافظ ابن كثير ثقه هذا الفتح وسبب، ويقول: فانه حصل بسببه خير جزيل وامن الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والايمان. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوه الحديبيه من الفقه واللطائف، ما مثاله؟ كان صلح الحديبيه مقدمه وتوطئه بين يدي هذا الفتح العظيم، امن الناس به، وكلم بعضهم بعضا، وناظره في الاسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكه من اظهار دينه والدعوه اليه والمناظره عليه،
ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت في الحديبية فقال عمر يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا فأثابهم فتحا قريبا. وهذا شأن سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، لكن بنسميها الإيه؟ الإرهاقات. الإرهاقات مقدمات توفق وتمهد لحدوث أمر عظيم وأمر جليل. فالصلح الحديبية هو عبارة عن إرهاق بين يدي الصلح البينامي الفتح الأعظم الذي وفتحه مكة، ولذلك جاء في أثناء السورة وأثابهم فتحا قريبا سوف يحصل وهو فتح مكة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله. فتأمل في سورة آل عمران وحتى في سورة مريم قدم الله سبحانه وتعالى أولا قصة زكريا وكيف أنه دعا ربه. أولا كانت إيه مريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا خلق هو من عند الله كرامة لمريم عليه السلام، كان يجب عندها فاكهة في الصيف في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف، يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، فهذه كانت كرامة لمريم الصديقة عليه السلام. فهنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذا خرق العادة، سيدنا ربنا قادر على أن إيه أن يخلق له العادة أيضا مع كوني استعلى رأسه سيبة وبلغ من الكبر الأسية ومع كوني امرأته عاقرة لا يولد له وقد طعن فيه أيضا في السن وهو حريص على الولد فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني طبعا يستحيل أن يظن بذكريا أنه كان الآن على مستقبل أولاده وذريته عشان الفلوس والمال والعقارات، لا يرثني يعني في النبوة لأن الأنبياء لا تورث لا تورث عنهم مال وإنما يرثه في الإيه؟ في العلم والدعوة. فهو كان خالقا على الدين وعلى الإسلام ولديكم خالقا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني في العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه. واضح. ثم رزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما قص علينا في القرآن. هذا كله كان مقدمة وتوفيق لما هو أعظم وأخطر آية أكبر وهي خلق المسيح عليه السلام من غير أب من غير أب. فتجد أن هذا التدرج للتمهيد بين يدي أمر عظيم وهو خلق المسيح عليه السلام ليجعله آية للناس. نعم. وكما قدم بين يدي نفخ القبلة في سورة البقرة لما طرحت ترتيب الآيات أولا بدأت الآيات بقصة البيت قصة الدعوة وبنائه وتعظيمه والتمهيد به وذكر بيانه وتعظيمه ومدحه كما نلاحظ في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما إلى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم ربنا يتقبل منا إلى آخر آيات ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واضح. فكل هذا التمهيد لأن الهدف النهائي أمر عظيم جدا تحصل هو تحويل القبلة. فبدأ الأول أن القبلة هتتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فبدأت الآيات بذكر قصة بناء البيت الحرام وتعظيمه والتبريه به وذكر بانيه وإبراهيم عليه السلام وتعظيمه ومدحه. الربع اللي هو قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ثم إيه؟ ما ننسخ دي مقدمة أيضا إرهاق تمهيد قبل حصول هذا الأمر. فأشار أولا أو قدم بين وقف قبل ذلك كل ذكر النفخ وحكمته المقتضية له وقدرة الله الشاملة عز وجل للنفخ. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت قبل إيه؟ كلها توسيع وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هكذا أيضا ما قدم بين يدي نفعة رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرع حدث في التاريخ في التاريخ كله، ولادة النبي وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين ماذا الذي حصل قبل ولادته أو في عام ولادته حصلت أولا قصة الفيل، قصة الفيل. أيضا تكاثرت بشارات الكهان والفيل قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم، هذه كلها عبارة عن إرهاقات ومقدمات بين هذا الحدث الجليل. كذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثله فلح الصبح. هذه عبارة عن إيه؟ تمهيد من الله سبحانه وتعالى يمهله، لأن الرؤيا دون اللمح. فهذه عملية تمهيد بين هذا الحدث الأعظم هو نزول الوحي عليه في اليقظة. فأتاه الوحي أولا في المنام عن طريق رؤيا صالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلح الصبح صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجرة هي مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته أولي الألباب. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول العلامة السنتي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية لأنه فتح عظيم. ويضاف ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام. ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 6 كانوا 1400. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام 8، وكان معه 10,000 مقاتل. وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا ولأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ولفظ الماضي في قوله إنا فتحنا يدل على أن ذلك الفتح قد مضى، هذا هو الظاهر، مضى فتحنا يعني فرغنا من هذا الفتح وهو صلح الحديبية. فدعوا أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك قرب سنتين، فتح مكة في سنة 6 خلاف الظاهر. والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا. انتهى كلام العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى. مما قيل أيضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له أو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام، وقيل فتحه. ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق، والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مكدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم وهذا أمر في غاية الأهمية. اختلاط المشركين بالمسلمين يكون بركة على المشركين فضلا عن المسلمين. ولذلك أنت إذا قارنت بين أحوال الكفار الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيها مسلمون تجد الفرق يعني الزونة تاسعة، لأن بركة المسلمين تشمل حتى هؤلاء، تجدهم عندهم الحياة عندهم العزة عندهم كذا، وكل هذه من بركة معايشة المسلمين بخلاف الذين يتمحل فيهم يعني الكفر. فموضوع اختلاط المسلمين الحقيقي الإسلام الذين يطبقون الإسلام بالفعل وبفيه مع الكفار هذا من أعظم أسلحة الدعوة. واضح. ولذلك تعرفون في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، ثمامة هذا كان ممن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر في قتال بينه وبين المسلمين.
فماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثره وربطه في المسجد، في تاريخ المسجد، وربط قيله وتركه في المسجد ثلاثة أيام. وهذا حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام تشير وتولي إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن في قول بعض العلماء، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. فهذا درس عملي، وهذا ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه، أنه وضعه في المسجد وربطه في المسجد. ما الذي سوف يراه في خلال ثلاثة أيام؟ طبعا هو يسمع عن المسلمين الكلام الذي يصد عن سبيل الله والتشويه والتنفير وكل هذه الأشياء. ما الذي يحدث في المسجد ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية 100%، أخلاق إسلامية، عبادة لله، توحيد. هيسمع أيضا أي حديث فيه توحيد وفيه ذكر الله عز وجل وبيان مقاصد الإسلام ومحاسن الإسلام، يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، يرى حسن الخلق، يرى الأمانة، يرى التعبد، البكاء من خشية الله، يرى الرشوع السجود، ويرى كل أو مش كل يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. فالذي حصل أنه كان كلما تكون إقامته مع المسلمين كلما يبدأ يلين. فالرسول عليه السلام بعدما قيله في اليوم الأول أتاه فقال كيف تجدك يا تماما؟ معنى الحديث أو ماذا عندك يا تماما؟ قال بدأ بالعدوانية، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن فاكر. فبدأ له باحتمال إيه؟ الأشد. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دمي لن يذهب هدرا، دمي له قيمة. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن فاكر. في اليوم الثاني سأله نفس السؤال، ماذا عندك يا تماما؟ فقال إن تعفو تعفو عن فاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. طبعا العرب ناس في غاية الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الأولوية، يبدأ بإيه ويأخر إيه بيتم عند العرب الفصحاء. فهذه المرة الثانية تجد الإيلين بدأ يتسرب إلى قلب، مفعول الدواء، مفعول معاصرة في يوم واحد مع المسلمين. ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة تتسرب، قال له ماذا عندك يا تماما؟ قال إن تعفو تعفو عن فاكر، وإن تقتل تقتل زلم. تركه مخيرا. وفي اليوم الثالث سأله نفس السؤال وأجاب نفس الجواب، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرا طريقا. أطلقه. فماذا فعل تماما؟ كان قد وصل إلى القرار النهائي، فعمل إلى مكان قريب من المسجد واغتسل وأتى وسئل شهادة التوحيد ودخل فيها الإسلام. فالشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين بالمشركين، لكن المسلمين الذين يعني يصدقون الإسلام واقعا وحقيقة، هو من أعظم ما يغزو قلوب هؤلاء المشركين. فانا اكرر هذا لان هذا الدرس اوضح ما يكون في ايه؟ في صلح الحديبيه، وكيف سماه الله فتحا مبينا، مع ان لم يكن نكفي قتال ولا سيوف، ومع ذلك سماه فتحا مبينا. وكما ترون كيف العلماء يكادون يتفقون على ان المقصود به فتح الحديبيه. يقول بعض العلماء وذلك قال الزهري لم يكن فتح اعظم من صلح الحديبيه، وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين خلق كثير وكثر بهم ثواب الإسلام. قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزجاج كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها، بئر الحديبية نزح ماؤها ولم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه في البئر فبرت بالماء حتى شرب جميع الناس. هو طبعا لم ينكر الزجاج يعني هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه قلنا لم يرد، لكن ايا كان هذه المعجزه في حد ذاتها تكررت طبعا في احاديث متواتره، احاديث نفع الماء من بين جذع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ طبعا شيء مهم جدا، وانه في كل مره كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم ببركه الطعام فيكثر الطعام تحت يده ويكفي جيشا باحماله بعدما كانوا يتقول في أنه يكفي مجموعة قليلة من الناس. دائما كان لازم يوجد إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء
يعني يأتيهم بعيرة صغيرة من الذين يقول ائتوني بإناء فيه شيء من المسلم يضع أصابعه الشريف. هذا متواتر يعني ثابت في نفس الطريقة التي ثبت بها القرآن الكريم ثبوتا قطعيا لا مجال للطعن فيه. فحديث كثيرة جدا في تكرر هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده الشريفة في الإناء فيفور الماء من بين أصابعه. طبعا الحكمة من وجود ماء في الأصل أن لا يتوهم الناس أن الرسول لم يوجده من العدم، وإنما هي البركة من تنزل من عند الله في ماء خلقه الله أصلا. الطعام موجود لكن هو يبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والعلماء مختلفون يعني في يتعلق بفتح مكة، هل فتحت عنوة أم أنها فتحت صلحا؟ وهذه قضية يعني قد نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر.